امرأة بصرية تساند منتخب شباب العراق بنهائي غرب آسيا على ملعب المدينة. نشاهد. انت ليش تشجعين المنتخب؟ يعني ليش دائما تحضرين المنتخب؟ احب العراق، ما انا كذب المظاهرات، ما في دولة ما ودت علي، انا مجهل ومبارح. مو اشغال يا حجي، احنا نريد تفرحين، انت جاي لبغداد حتى تفرحين. نريدك اليوم تشجعين المنتخب وتفرح العراقي بشكل. شوف كل واحد ولد 13 سنة وديته من الحشد. أبطال العراق هم واللاعبين الأبطال، يعني سوالي دعوة وحجزنا بالطيارة وجابني لبغداد. رسالة أريد للمنتخب الوطني. حبيبي أنت منتخب الوطن، أريد تكون الله كل لاعب يعني يروحون لعبة الله يرجيهم إن شاء الله ويزوتهم على كل واحد. بجاه رب العالمين ما عندنا غير الله، هو ينصرهم وهو ان شاء الله يرفعون راس العراق. ضجتي من دخله واللعبه من البصره البغداد؟ لا اي ضجت والله، ضجت هواي، بس بعد شو اسوي؟ اللاعبين قالوا نريدك